غادي نحتاجو جوج ديال الكيسان ديال الماء دافي، كاس راني دوبت فيه معلقه كبيره ديال المعجونه، وكاس خليته هكا، وعندنا هنايا معلقه صغيره ديال الملحه ما عمرش بزاف، معلقه صغيره ديال السنيده، وهنا هنا عندي جوج بيضات مكمولين غادي نفرقهم. البيض ديال البيض غادي نديرو في العجينه، والصفر غادي ندهنو به للتزيين. تابعوا معايا المراحل، بسم الله على بركة الله. غادي نديرو بيضة سنيدة الملحة، غادي نزيدو الحليب، العبار يبقى دائما بالكاس ديال الأنبا. وعندنا هنا كاس ديال الماء دافي، والكاس الثاني حنا ذوبنا فيه المعجونه. المعجونه الا كان الجو سخون ديري معلقه صغيره عامره، كان الجو بارد ديري هكا دوبلي، ديري معلقه كبيره تكون عامره. انا هذا النهار راني درت معلقه ونص ذوبتهم هنا في الماء، اني راني مزروبه خصني دغيا باش نوجد، ذوبتهم في الكاس ديال العنبه. صافي، دابا غادي نفرقو الصفر ديال البيض على البيض ديال البيض، صافي. هاد الصفر ديال البيض غنخليوه للتزيين، نحطوه للطرف، وهاد البيض البياض ديال البيض غادي نزيدوه في العجينة ديالنا. صافي، غادي نديرو العشرة ديال الدجاج، والدقيق غادي تشوفو معايا على حساب عينك ميزانك، يعني إلا كاين دقيق لي كيتشرب كاين دقيق لي مكيتشربش. بسم الله، نديرو تخلط شي شوية بيضة، صافي غادي نبقاو نزيدو الدقيق غير بشوية بشوية. أنا غادي ندير جوج زلايف، دابا زلافة ونص حتى غادي يتخلط ونشوف إلا خصني نزيد. بسم الله، نزيدو شي شويه ديال الدقيق، العجينه ديالنا ما تجيش قاصحه بزاف، ما تجيش جاريه. غادي نشوفو، شوفوا العجينة ديالنا كيفاش كتجي، كتجي رطبة ولينة. دابا غادي نغطيو عليها، غادي نغطيو عليها بلاستيك ونخليوها حتى تخمر مزيان، نزيدو عليها نغطينا عليها بلاستيك ونغطيو عليها بفوطة ونخليوها حتى تخمر مزيان، وديك الساعة غادي تشوفو معايا المرحلة الثانية.
صافي وغادي نبداو نخدمو فيها. بسم الله. شوية دقيق تشديش البيك صافي. غادي نقسموها على جوج، أنا غادي ندير بها غير جوج ديال الخبزات. صافي نبقاو كنخدمو فيهم هكا. الا بغيتو ديروهم صغار ديروهم صغار، مثلا الا بغيتو هاد العجينه ديرو فيها، مثلا هاد العجينه تبغيو ديرو فيها 4 ولا 5 صغيرين ديروهم. انا دابا كندير غير جوج. نجيبو الصواني نحطوهم فيهم. صافي وغادي نغطيو عليهم ونخليهم يرتاحوا واحد ربع ساعه، عاد غادي نقرصهم. صافي شوفوا الخبز ديالنا ارتاح. عندنا هنايا جوج ديال الصفر البيض، ودرت معاهم واحد المعلقه كبيره ديال الحليب، خلطو مزيان. بسم الله. جرب صغير صافي، كنبقاو كنقرصو عليه عادي بحال الخبز ديالنا. شنو هي ما كنخليوش غليظ بزاف، ملي راه عاد غادي يزيد يتنفخ ملي يرتاح شي شويه قبل ما نطيبوه على ما تدخل الفران. شفتو صافي، نبقاو كنضربو عليه. تنقادو الخبزات ديالنا مزيان. هاد الفرينه كتنفخ، انا عندي ضربت عليه مزيان غادي يزيد يتنفخ. بسم الله غادي نبديو. بسم الله ونبقاو هكا غادي معاه. شتو
هكا كدكو عليه بالصبع حتى كتبقى سيدكم لاطا التحتانيه. صافي ونمشيو هكا. ونولي بها الثاني ونقاتل معها الثاني هكذا. كيجي الديكور شكل ديال المقريطات. ونهزو الشيتا ديالنا وندهنو بالبيض غير بشوية. الا ما بغيتوش ديرو الحليب مع صفر البيض تقدرو ديرو معلقة ديال الخل، اي حاجة تبغيو ديروها كتجي مع الخل ولا الحليب. هادو هما اللي كنستعملهم دائما. صافي شوفوا معايا، غادي نخلوها حتى الاخر ونديرو لها الجبنان. كنشدوها تاني هي انا درت جوج كيفما شفتو معايا. ها التاني نبقاو هنايا التاني بسم الله على بركة الله. صافي بعد ما كملتها نبقى كندهن فيها في البيض. ونبقى هكا غادية معاها وانا كندهن البيض حتى كنكمل. الفران ديالي يكون كيسخن، غادي نخليوه يرتاح ويطلع شي شوية يخمر على ما جاي يجي ليش مع الفران يسخن يجي هو هذاك. صافي من بعد ملي غادي نكملو، الا كان عندك الججلان رشي بالججلان، بغيتي تخلي غير هكا عادي خليه عادي، بغيتي ديري الحبه السوداء ديري الحبه السوداء، المهم اي حاجه حاضره عندك في الدار تقدري ديريها. غادي انا عندي ججلان موجود، غادي ندير ججلان، غادي ندير وحده نديرها بالججلان وحده غادي نخليها عاديه. صافي تبقاو ترشوا هكا عشوائي، اللي كيبغي الججلان بزاف يكثر بحالي انا محبين الججلان، هو عاوتاني راه صحي بزاف، هاد الزرارع كاملين صحيين. صافي هادي درنا على الججلان، هادي عجبني نخليها عادية. صافي الفرن ديالنا كيسخن، على ما طلع شوية شوية الخبز ديالنا كون خمر شي شوية غادي نديرو في الفران يطيب، وملي غادي يطيب غادي تشوفوه ملي غادي يوجد ان شاء الله. لا اخوات شوفوا الخبز ديالنا التركي من بعد ملي وجد، شوفوا كيفاش جا. انا هادي درت لها الجلجلان، هادي لا بغيتها عاديه. شوفوا كيفاش جا الداخل، شوفوا شوفوا كيجي اللون ديالو محمر، كي الفوق كي التحت. شوفوا هادي عاوتاني شوفوا كيفاش كيجي من الداخل، بسم الله على بركة الله. شوفوا كيفاش كيجي
شوفوا يجي اسفنجي كيجي خفيف وسهل حتى في الخدمة ديالو وزوين في الماكلة ديالو. دابا في رمضان الخبز عادي كيجي شوية ثقيل، دابا في المغرب الإنسان كياكل الماكلة بزاف الشقاكية الحريرة داكشي الخبز مكيتكاش بزاف، ولكن هذا كيجي خفيف. هذا واخا مبدل ترجع للتراويح تقدري تاكلي مع العسل، تاكلي مع الزبدية، مع الشوكولات، الدراري ياكلو مع أي حاجة بغاو. المهم أنا عجبني ونتمنى يعجبكم تا نتوما، وإلا عجبكم ديرو لي التعليق ديالكم وقولوا لي كيفاش جاكم وشجعوني وبالصحة والراحة، وما كانش راكو معايا تاكلو معايا. صحتكم وصحة فطوركم. أخوات السلام عليكم، واش راكم مبروكه؟ انا ان شاء الله غادي ندير لكم واحد التحليه بارده بالنكهه ديال نسكافي. تبعوا معايا المقادير وشوفوا معايا المكونات. بسم الله على بركه الله. هنا غادي نحتاجوا فلانك وخاده، هنا غادي نستعملوا نصف لتر ديال الحليب، ما يعادل 3 الكيسان وشي شويه ورباع ديال الحليب، كاس ديال العلبه طبعا. وهنا غادي نحتاجو معلقه كبيره ديال نسكافيه، هنا غادي نحتاجو جوج ديال الفلون وثلاثه ديال المعالق ديال سنيده، وهنا عندنا درت 10 ديال الحبات ديال بوتي. انا كنستعمل هذا النوع، يا اما غادي تطحنيه في مولينيك يا اما غادي تدقوه غير هكا تفرتيه بيديك هكا، يعني راه عاد غادي يدوز مرحله ديال الطحين ان شاء الله. بسم الله تبعوا معايا المراحل. بسم الله دابا غادي نديرو السكر باش نديرو الطبقه الاولى، ثلاثه د المعالق كبار، غادي نزيدو ليهم زوج ديال فلون، غادي نخلطو مزيان، نخلطو السكر نخلطو مزيان مع الفلون. شوفوا معايا غادي نديرو نسكافي، غادي نديرو ثلاثة ديال الكيسان وربع ديال الحليب. بسم الله ما يعادل نصف لتر، واحد جوج ثلاثة صافي. شوف شوية صافي نخلطو مزيان، غادي نخلطو مزيان وغادي نشعلو لهم النار
حتى يجي طالع الحليب ديالنا ونطفيلو. غادي تشوفوا معايا المرحله الثانيه ان شاء الله من بعد ملي غادي يفيد الفلو ديالنا. بسم الله. كنبقاو مستمرين هكا في التحريك باش ما يتلصقناش. الفلو ديالنا من بعد ملي فاد ها هو كيف كتشوفوا معايا. انا دابا كنبردو شي شويه غادي نشدو الغراب ديال مولينيكس غادي نخوي فيه. شوفوا انايا هذا بوتي كاطو ديال البسكوي راني عاود طحنتو في مولينيكس غادي نولي نخوي في الغراف. صافي انا درتو في الغراف غادي نخوي ليه النص ديال هاد الفلو ديالنا. نخوي ليه النص ونطحنو مزيان ومن بعد ملي غادي يتطحن عاد نبقى نزيد عليه غير بشويه. شوفوا معايا انا دابا غادي ندير عليه غير النصف غادي نديرو يتطحن عاد نبقى نزيد غير بشويه. صافي حنا شوفوا الخليط ديالنا من بعد ملي طحنا كيفاش كيجي. غادي نخويو في المول نظريه نزربو بيه لان فيه الفلو باش ميجلبناش ميتحطش. صافي ها هي الطبقة ديالنا الأولى هي هادي. دابا صافي غادي نخليوها تبرد شي شوية ما نديروهاش الثلاجة هي سخونة هكا غادي نخليوها غير في المطبخ ديالنا هكا تتبرد مزيان عاد غادي نديروها في الثلاجة وغادي ندوزو لمرحلة الطبقة الثانية إن شاء الله. دابا غادي نديرو الطبقة ديالنا الثانية اللي غادي نحتاجو فيها جوج ديال الكواخاضة وربعة د المعالق ديال السكر. انا السكر مبغيتش نكثر لان البسكويت ديالنا الطبقة الاولى راه حلوة مبغيتش نكثر الحلاوة بزاف. وغادي نحتاجو لتر كامل ديال الحليب. بسم الله على بركة الله نديرو السكر نزيدو عليه الكواخاضة نديرو جوج. صافي كيف ما العاده دائما الفلو كنخلطوه مع السكر في الاول باش ما يبقالناش حبيبات. عاد غنديرو ليه الحليب غادي نديرو ليترو كامل ديال الحليب. صافي غادي نخلطوه مزيان غادي نخلطو مزيان ونحطوه على النار ونبقاو كنخلطو مزيان باش ما يتلصقناش لتحت. عاد غادي نديروه فوق الطبقة الأولى. صافي ونبقاو كنخويو في الطبقة الثانية. صافي من بعد ملي درنا الطبقه الثانيه ديالنا غادي نخليوها حتى تبرد شويه ما نديروهاش في الثلاجه هكا سخونه غادي نخليوها تبرد غير في المطبخ ديالنا حتى تبرد مزيان في المطبخ عاد نديروها في الثلاجه. وهذه من الاحسن انا ملي كنديرها كنديرها بالليل
باش تبقى الليله كامله وهي في الثلاجه كتجمد. غد ليه مع نص نهار غادي نلقاوها موجوده، واللي بغيتي الا درتيها في الصباح تاكليها بالليل ان شاء الله ولا في العشيه. المهم عندها 6 حتى 7 ديال السوايع باش تشد الخور ديالها مزيان، البروده ديالها مزيان. صافي واللي غادي تبرد مزيان غادي تشوفوا معايا ديك الساعه المرحله الثالثه، تشوفوا الطبقه الثالثه كيفاش كتجي وهي الاخيره ديال التزيين ان شاء الله. الاخوات شوفوا التحليه ديالنا من بعد ملي وجدت هانتوما، دابا راه جامده. غادي نكملوا لها نديروا لها الديكور ديالها. انا كنستعمل هذا الفيرميسيل ديال الشوكولات، شوفوا وانتوما الديكور الوجه فوقاني، كل واحد يديكوري على حسب الشهيه ديالو شنو بغا. صافي شوفوا كيفاش عامله من الداخل. صافي انا ما عادش نكثر، ندير غير شي شويه هكذا. انتما كيف ما قلت لكم غادي ديكوريو اي حاجه عندكم، اي حاجه بغيتوها ديروها. شوفوا معايا اخوات. السلام عليكم، عندنا ان شاء الله بغيت ندير واحد الصيدلات صغار وتكون تشاركوني فيهم، وغادي نديرهم بهاد المقادير ساهله موجوده في كل بيت. غادي نحتاجوا ورقه ديال البسطيله راه معروفه عند الجميع، غادي نحتاجوا الشوربه الصينيه هادي راه نخوينا عليها المطايب حتى ارتبط شويه نفخت وطفينا عليها. هنا نحتاجوا هنا عندي كوربينه، انا سلقتها في الماء وشويه ديال الملحه وشويه ديال الحامض وصفيتها وفرتتها باش حيدت منها على الشوك والعظام. هنا عندنا شويه ديال الكالامار، انا هنا عندي البصله مشحره وزدت عليها مثلا بحال تبقى لك الدجاج من الليل من السحور ما تضيقيش غد ليه ترميه، تقدري ديري بهذه الطريقه تعمري في البسيطلات. انا كان باقي لي الصدوره ديال الدجاج من البارح، انا دابا قطعتهم طريفات وشحرتهم مع البصله وزدت عليهم شويه ديال الشامبينيون وزدت عليهم شويه ديال الزيتون، زيتون مقطع هكا صافي، ودرت عليهم شويه ديال المعدنوس مقطع. هنا عندي معلقه ديال الهريسه، هنا عندي نص معلقه ديال الملحه، هنا عندي نص معلقه ديال زعفران، هنا عندي معلقه صغيره ديال الخرقوم، هنا نص معلقه ديال الابزار ما باش نكثر حيت غادي ندير الهريسه، هنا معلقه صغيره ديال القرفه، وهنا عندي معلقه كبيره ديال سكينجبير. سكينجبير كيواتي بزاف بالسطيله. وهنا عندي الفرماج وغادي تشوفوا معايا الطريقه بسم الله على بركه الله. هنا عندنا الشوربه ديالنا هي هذه واجده، غادي نزيدوا عليها، غادي نزيدوا عليها البصله مشحره مع الدجاج اللي كان عندنا، ولا الدجاج نزيدو العطريه
نديرو شويه الملحه، راه ما كثرش الملحه حيت راه كل حاجه راني دايره فيها الملحه الا الشوربه اللي ما فيهاش الملحه. نزيدو عليها هاد العطريه الهريسه، ما غاديش نديرها كامله باش ما تجينيش حاره بزاف. صافي نقصت شويه، صافي هكا نخلطها مزيان. غادي نخلطوها كامله، صافي وكنبقاو هكا كنخلطو فيها كامله، خصوصا الهريسه راه ما كتخلطش كامله، تجي بلاصه حاره وبلاصه لا، خصنا ضروري نخلطوها مزيان. عاد غادي نزيدو عليها الحوت، بسم الله. صافي نزيدو عليها الكالامار ديالنا. انا هنا غادي نخلط كلشي، الا داك كان درنا بسطيله كبيره واخا غادي نقدروا الحوت نديروه من الفوق، ولكن دابا حيت غندير بسطيله صغار خصني نخلط كلشي. بسم الله، خصكم تركزوا غير الهريسه باش تخلطوها، لان هي ما كتخلطش ضيا، كتبقى مجموعه هي اللي حاولوا تفرتوها بيديكم. صافي صافي، بعدا بلي خلطنا هذا الشيء غادي نوجدو باش غادي نخدمو البسيطلات ديالنا الصغار. غادي تشوفوا معايا الورقة ديالنا، مخصناش نحيدوها من الميكا، لأن إلا حيدناها من الميكا غادي تنشف. نجبدو غير بالوحدة، غادي ناخدو شي طوسي هاكا ولا شي زلافة ولا شي مول عندكم. بسم الله، غادي نديرو هاكا بسم الله على بركة الله. بقا كنأمرو الحجم اللي بغيتو، بغيتو تكبروهم شي شويه بارك عليهم ديرو بحال هكا، بغيتو ديروهم صغار ديرو على حساب الحجم ديال الاخر اللي عندكم. بسم الله، صافي غادي نزيدو عليها الفراج من فوق هكا، غادي نجمعوها غير بشويه. نلويوها هكا نشكلوها على شكل وردة. صافي صافي، نبقاو هكا مستمرين. غادي نزيدو ليه الفرماج من الفوق، ونجمعوها كيف ما شفتو قبيله غير هكا بشويه. صافي
دينا هكذا على الكموسة وتقلبوا يديكم هكا شي شوية هكا صافي وتفتحوها هكا بحال تجي بحال وريضة فرماش فيها في الوسط شوف كيفاش كتجي غادي نبقاو مستمرين هكا بهذه الطريقه كيف ما شفتوا معايا بسم الله هذا الفرماج حتى هو كيتواتر بزاف مع البسطيله كيجي زوين صافي هكا نبقاو كنجمعو فيها هكا كيما شفتوا الاخرى نلويوها هكا شي شويه عاد نهودو لها الجناب باش يعطينا الشكل ديال وريضه هكذا نبقاو مستمرين هكا حتى كنكملو وندهنوهم بزبده مدوبه منكتروش بزاف الزبده باش ميجيناش يدم صافي غادي نستمرو هكا غادي تشوفوا معايا من بعد ملي غادي نكمل كيف ما قلت لكم غادي نبقاو مستمرين لهذه الطريقه ملي غادي نكملو غادي تشوفوا معايا الشكل ديالهم النهائي كيفاش كيجي كيجيو الوريضات ديالنا غزالين ذهبين قرمشين انا غادي ندير هذه الكميه على حسب عدد الافراد اللي عندي ديال العائله نتوما غادي ديروا غادي تحكموا في الكميه على حسب عدد افراد العائله ديالكم كيف ما كنقول لكم دائما الا كانت العائله كبيره راه كيدوبل المقادير كانت هذيك العائله صغيره غادي تقسمي المقادير صافي غادي نبقاو مستمرين هكا ملي كنكملوا كندورها شي شويه هكا الورقه عاد كنفتحوها باش تعطينا الشكل ديال الوريضه خوات السلام عليكم هنا ان شاء الله غادي ندير معكم واحد الكيكه اللي كتجي بهذا الشكل هكا شفتوا معايا كتجي هنا في هذا الاباري كتجي هكا على شكل مثلثات شوفوا معايا المقادير غادي نحتاجو بعض البيضات ثلاثة ديال الارزة الوزن 7 غرام كيس ديال السكر الهنبا كيس ديال الزيت ديال الهنبا كاس ديال الحليب
وضروري راه العبار كامل بنص العبار ديال العنبة. وهنا عندي راني حكيت نص ديال الليمونة، نص ديال الحمرا راني حكيت الشوط ديالو باش نقسمو. وعندنا هنايا الدقيق، بسم الله على بركة الله، دينا على صوبيت ضروري يكون حارق صافي. غادي نزيدو سميدة، غادي نديرو الدقيق، غادي نديرو على حساب عنا ميزاننا. غادي نديرو اليوم صافي، غادي ندوزو على الزفران الصفرية ديالنا، شوف لقاش حبيبات، صافي. نبقاو هكا كنخلطو مزيان، كنضربو بشوية، كنزيدو الدقيق غير بلاتي شوية مور شوية، العجينة ديالنا باقي جاهية. صافي نبقاو هكا كنخلطو بلا ما نزيدو الدقيق، بركة العجينة هي هادي، نضربوها مزيان وصافي. صافي شوفو القوام ديالنا كيفاش كيجي، كتجيش خفيفة مكتجيش تقيلة، كتجي هي هادي صافي. دابا غادي تشوفو معايا الطريقة كيفاش نطيبو.
صافي دابا هي سخنت لاباري ديالنا، غادي نبداو نديرو فيها ان شاء الله. بسم الله بسم الله على بركة الله. كتروش بزاف، نخليو لها تيسع فين غادي تنفخ، يعني هو باقي كادي يزيد الحجم ديالو يتضاعف. صافي وغادي نبلعو عليه ونخليوه يزيد يتنفخ. صافي اللي غادي يوجد هذا غادي نحيدوه، وتشوفوا ما ينحيدوه عاوتاني يديروا واحد الاخر. هكا نبقاو مستمرين حتى نكملوا ان شاء الله الرحمن الرحيم. شوفوا معايا ملي طابوا، شوفوا الميني كيك ديالنا ملي طاب، شوفوا كيفاش جا كان خاصها شي شويه. شوف انا ما بغيتش نغلطهم عاد بزاف، درتهم شوفوا كيفاش كيجيو من التحت. شوف كيجيو هشاش، خليهم حتى يبردوا. هادو راه كيجيو ساهلين، غادي تعمري الميني كيك ديالنا في الماشينه وتخليهم يطيبوا، وانتي كتخدمي شغلك وكتراقبي هانتوما. شوف كيفاش كيجي. صافي عاوتاني كنخلطو غير بشويه، صافي غادي نبلعو عليهم ونخليهم عاوتاني يطيبو. صافي شوفو كيفاش كيجيو التلاتة ديالنا، شوفو اللون كيجيو مدابين زوينين. صافي نبقاو مستمرين هكا. بسم الله نبقاو مستمرين هكا ونعمرو وتلاتاس ديالنا حتى نكملو باقي العجين. صافي هاد القمصة كيف ما قلت لكم غادي نبلعو عليهم يطيبو، ونبقاو مستمرين حتى يكملو العجينة ديالنا، وغادي تشوفو معايا الطبق النهائي كيفاش كيجيو هاد ميني كيك ديالنا. الأخوات شوفو الطبق ديالنا النهائي كيفاش جا، شوفو معايا ميني كيك ديالنا مثلثات كيجي زوين وكيجي رائع تبارك الله ما شاء الله. شوفو كيفاش كيجي، شوفو كيجي اسفنجي، شوفو كيفاش كيجي خفيف، شوفو كيفاش كيجي من الداخل، شوفو كيجي اسفنجي هشيش، كيجي صفر وفي النكهة ديال الليمون كيجي رائع. وهذا راه ساهل وتقدروا ديروه توجدوه ان شاء الله من بعد ملي تجيو الصلاه ديال التراويح، تشربوه مع اتاي ولا مع الفلوق ولا مع العصير، عامل ما بغيتو. واللي بغى يديرو مع المغرب يديرو مع المغرب، نتوما كل واحد والشهيه ديالو. نتمنى يعجبكم وتبارك الله عليكم وصحه وطول.